الحاجة اعطاء فرصة لبعض اللاعبين، ومش لازم نذكر اسامي عشان ما تتاخدش بيرسون، بس اعطاء فرصة لبعض اللاعبين اللي لم يؤدوا بشكل يعني متوقع على الارض، ولكن استمرارية كمان تمسكوا بيهم. خلي بال حضرتك من حاجة، ده ممكن يضر اللاعب نفسه. أنا لما أصر على لاعب أنا ممكن أكون بضره بهذه الثقة اللي هو لا يستحقها مثلا في اللحظة دي. مظبوط، دي نقطة مهمة، أنه أحيانا حتى لو أنا عندي قناعة بحد ولعبته وديته فرصة معقولة، مش شرط أقعد أضغط عليها لغاية لما الجمهور والنقاد وللأسف حصل أو اللي هم محللين في سواء لعيبه قدام او صحفيين او كده او اعلاميين يعني، يبقوا خلاص انك هتعمل كويس او وحش انت خلاص الناس قفلت شويه من هذا اللاعب او ده او اللاعب دوت او اللاعب ده. فهي نقطه فعلا مهمه انه في وقت معين انا اديت فرصه اريح شويه والعب حد تاني. بالظبط، فهي النقطه انه المهمه يعني انه في ناس ممكن تكمل مع المنتخب ولكن في مرحله لاحقه جايه، لكن كان في ناس اكفأ واكثر خبره واكثر خبره دوليه واكثر خبره حتى في مش ضروري حتى على مستوى المنتخب مع انديه زي الاهلي والزمالك في البطولات الافريقيه. يعني اديتك مثال مثلا واحد زي محمد هاني كان ممكن ياخد فرصه في الباك رايت، واحد زي طبعا طارق حامد لعيب كبير واسم كبير معانا كتير جدا، واحد زي رمضان صبحي، واحد زي يعني في اسامي كتير انا مش يعني الشحات.